الله المستعان. السلام عليكم، ألو، السلام عليكم. تفضل معايا. معك الشيخ علي، طالب علم، شيخ الشيخ أمير القريشي. شيخ علي ايه يا فندم؟ شيخ علي الرافضي، الطالب عند أمير القريشي. أنا أصغر طالب عند أمير انت القريشي، اصغر طالب صح؟ علم أنا أقول لك انت اصغر طالب علم، عند اسمك أمير. علي ايه؟ طيب علي ايه يعني عشان انا افهم اللقب علي طيب ايه؟ اعطيني مجال ولي، اعطيني مجال يا عم اصير انت دخلت رئيس. امبارح خدت اعطيني المجال مجال. وشتمتنا وخرجت. طيب اعطيني مجال. انت اسمع بس، لا تقول اسمع اسمع امير وين حد يتصل بيه؟ يا عم، اتصلوا بيك اسمع طلاب امير، يا عم اسمع اتصلوا بيك طلاب امير. يا عم اسمع، الله يصلح حالك. انا دلوقتي على البث المباشر. اسمك علي ايه؟ لا لا، اسمك علي اسمي ايه؟ علي ابن العراق. طيب علي ابوك اسمه ابن ابن العراق؟ العراق. ابوك اسمه ابن العراق؟ طيب سؤالك ايه في الاصول يا علي ابن العراق يا اصغر طالب علم عند امير طيب القريش؟ سؤالي بالاصول، النبي محمد يستحق واحد يدافع على عياله ولا لا؟ كيف يعني يعني يستحق؟ يستحق واحد يدافع على بناته ولا لا؟ النبي محمد جاوبني بدون فين مدخول الاصول هنا يا اوراني. استاذ الفاضل؟ الاصول اصلا عند العرب عامه وليس سؤالي في الاسلام سؤال وخاص. انا اسمع، سؤال عن انا انا سؤال بجاوبك على قدر عندي سؤالك، انا بجاوبك على قدر سؤالك. الله يصلح حالك. على غدر جوابي، النبي محمد يستاهل واحد يدافع طب عليه ارد ولا لا؟ عليه؟ تمام، انا عايز ارد، نعم او لا؟ عايز ارد، عايز ارد. عند طيب العرب نعم او عامه، لا؟ عند العرب عامه، نعم اذا ما تعرض ولو احد من الابناء. لا تلف وتدور، عوف العرب، نعم او لا؟ نعم 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 او يستحق. لا؟ نعم 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 شوف جاوبتك ايه، جاوب نعم. باشا. نعم قول اللهم. لعن طبعا، عشان كده قفلت عليه. السلام عليكم، ادي سؤاله في الاصول. يا اغبى طالب عند القريش، ده لقبك عندي. لما تيجي تقول لي هل يستحق النبي محمد ان يدافع عن اطفاله؟ عند العرب عامة بلاش، عند الانسان كامل. اذا ما تعرض طفل كده لاي اشكالية، عندي مش عارف انا موضوع الاصول ده ايه. تمام، موضوع الاصول ده ايه؟ موضوع الاصول امامة، عصمة، مهدي، توحيد. والله ده الاصول على فكرة يا شيعة اللي انا بتكلم فيه. لو انت شفت كده طفل بيتعرض لاذى او عيل بيتعرض لاذى، هتسيبه من غير ما تسال؟ لا دين ولا لون ولا جنس ولا اي شيء، هتساعده. لكن العقول في راحه. سلام عليكم، ده اللي سبني السلام امبارح على عليكم. فكره في نهايه الحلقه، اللي هو اسمه علي، قال لك الشيخ علي. سلام عليكم. طب اتصل تاني الشيخ علي. ايه يا يا علي، الجبان تتهرب، اهو بص الجبان ما اعطيتني الرد، طفرت الجبان، ما اديتكش رد عليه. ما رديت بتعطيني عليه، الرد. ما تقدر، رديت ما عليه. تقدر تجاوبني، طفرت. خليتك تحكي وراي، خليتك تسولف وين المتابعين؟ ما عندك رد. رد على ايه يا طالب علي؟ شلون رد على ايه طلاب يا علي؟ امير؟ رد على ايه؟ رد على ايه شوف يا حبيبي؟ الطلاب، شوف الطلاب امير القريش شلون يسحقون عليك. طب ايش اعطيتك ايه ايه سؤال، الرد جبت يعني؟ نعم، ايه الرد اللي انت جبت عايزه؟ نعم. يستاهل. اسمع لي، اعطيني مجال. انا عايز اسالك سؤال بقى يا اصغر طالب، خليني عايز اسمع اسالك سؤال لي، وسيبك من جبت الثرثره. نعم واحد. عايز طيب اسالك جبت سؤال نعم، وسيبك من جبت الثرثره، نعم، هتسمع جبت السؤال؟ نعم. هتسمع اسم السؤال ولا مش فاطمة هتسمع سيدة السؤال؟ نساء العالمين، فاطمة الزهراء، سب من قتلها، سب. يلا ماشي، سب، اللهم العن قتلة يلا سب. فاطمة الزهراء. أحسنت، سؤال بقى ليك، أحسنت وأجبت، سؤالي ليك، أحسنت سؤالي وأجبت، ليك، سؤالي ليك، أحسنت وأجبت، سؤالي ليك بقى، أحسنت سؤالي وأجبت. ليك. عايز أسألك، يعني عايز أبو بكر، أسألك أنت يا شو عم، عايز أسألك سبيت أبو بكر؟ يا عم، عايز أسألك. ما تلفش وتدور وتهرب. عايز أسألك، قتلت سيدة عايز نساء، أسألك، عايز أيوة، أسألك والكل متفق يا عم، عليه، عايز الكل أسألك يا عم، عايز أسألك، يعرفوا بعض الشيء. عايز أسألك. هتسمع السؤال ولا هتهرب يا أصغر طالب؟ هتسمع السؤال ولا هتهرب؟ سؤالي ليك، شفت هل شلون، شفت شلون كذبتك من ايدك يا انت؟ عمي، سؤالي ليك، ما شفت شلون الذي لم سياستك يدافع لطريقة عن الخاين؟ فاطمة هل يعتبر قاتل لها؟ اي قاتل لها العن عموما. بقى الإمام عندك لأنه لم يدافع عن فاطمة وكان في البيت. الله المستعان. الشيعة من أمثال هؤلاء الشرازية خاصة بيعلموكم حاجة إخواننا الأحبة، أن تعطيل العقل هو ميزة عندهم. فلما يجي يقول لي إيه عن قتلة الزهراء، اللهم من عن قتلة الزهراء، إيه الإشكال يعني؟
لان انا اعتقد اعتقاد كلي وجزئي ان الزهراء رضي الله عنها وارضاها لم تكن مقتوله اساسا ولم تموت مقتوله. فقال لي هل حق؟ طب الذي لم يدافع عن الزهراء هل ايضا يلعن؟ الذي لم ينصرها يلعن؟ الذي رضي بقتلها يلعن؟ قال نعم. فالامام رضي بقتل الزهراء عندكم يا شيعه، على مفهوم الشيعه، في مرويات الشيعه، في دين الشيعه، المعصوم يعلم ما يصير اليه. ركزوا في النقطه دي اخواننا الاحبه. الامام المعصوم في الفكر الشيعي يعلم ما يصير اليه. واذا ما سالنا الشيعه سؤال هل كان علي بن ابي طالب يعلم قبل ان ياتي كما يدعون في القصه المكذوبه قتلت الزهراء سيفعلون بها كذا وكذا، يقول لك نعم يعلم. اذا قال لا يعلم نسف العصمه ونسف الامام، نسف العصمه ونسف الامام. طب واذا كان يعلم لماذا رضي؟ صح،